عسلامة ومرحبا بكم. ان شاء الله الناس كلها تكونوا بخير ولاباس. ان شاء الله جمعه مباركه على الجميع. اول حاجه ناخذيني من وقتي وقتكم وصلوا فيها على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله يا ربي الناس كلها تكون في صحه جيده، ربي بعد عليكم الامراض والاسقام، ربي بعد عليكم كل شر. تحيه للمدام شاديه فرشيشي، تحيه لكل وحده تتبع في القناه هذه وتوصلها القناه هذه بدون استثناء، خصوصا من الجزائر، من تونس، من المغرب، من مصر، من السعودية، الباكستان، اليمن، ألمانيا، بلجيكيا، أي بلاصة توصلها القناة هذية. نحييكم الناس كلها ونقولكم ردوا بالكم على رواحكم وردوا بالكم على صغيراتكم، ماذا بكم تكثروا من الفيتامين سي، يعني المقصود به هو الليمون والبرتقال، ماذا بكم تكثروا منه وتشربوا انتم يشربوا صغيراتكم. زاد مشروب الزنجبيل ما تنسوش، زاد حاجه باهيه يقوي المناعه برشا. كيف ما تشوفوا فيديو اليوم ان شاء الله متنوع بين تنظيف بالطبيعه كيف العاده، وربي لا يقتلنا عاده، تنظيف، طبخ، وعندي لكم وصفه ان شاء الله باش تعجبكم برشا، وصفه للتخلص، وصفه التخلص من شعر الجسم، حاجه باهيه بمواد طبيعيه وموجوده في كل دار بقدره ربي. نخليكم مع الفيديو.
هنا تعديت باش نحضر سلطه بطاطا. ناخذ كعبتين بطاطا نصمتهم، ما نخليهمش لين يطيبوا بالقدا يعني يشدوا رواحهم. باش نقصهم هكاكا الحجم حسب الرغبه بالطبيعه. باش نقص معاهم شويه ليتو، ثلاثه ولا اربعه ورقات ليتو، ونقص معاهم بصل اخضر عروش. بالنسبه للصوص نتاع السلطه هذيا، ملح فلفل اكحل وزيت زيتونه، اللي يحب يحط القرص يحط بالطبيعه. جربوها ياسر بنينه السلطه هذيا. انا جست وريتكم طريقه السلطه، خاطر حضرت في شقه الفتره حضرت مقرونه وكفته البرغل، ديجا شاركته معكم قديش من مره. جست حبيت نوريكم طريقه السلطه. لهنا باش نطيب كومبوستو، يقولوا له هو شيف هما الاتراك. عندي لهنا رطل نتاع حب ملوك، صبيت عليه اطرتين ماء وصبيت عليه كاس سكر، كاس 200 مللتر هذاك سكر، ثلاثه كعبات عود قرنفل حطيتهم ورشه صغيره قرفه. باش نخليهم يغلوا لين يطيب الحب ملوك هذاك يطيب بالقدا. اذا لهنا في تركيا ياكلوها هكاك في شقه، يعني بعد شقه الفطر يبدا بارد، ديجا في شقه الفطر يتشرب. اذا تحبوا تعملوه جو، تنحوا القلوب نتاع حب ملوك هذاك وتلفسوه كله مع بعضه وتصفوه يولي جو بطبيعه كيف ما شفتوا. نخليه لين يغلي يطيب بالقدا. هذا تو الحب ملوك نتاعي طاب، باش نطفي عليه. كيف ما شفتوه هذايا بعد ما برد يتقدم هكا في صحافي صغار كيف ما شفتوا. ياسر بنين، جربوه باش يعجبكم. هذايا يعملوه برشا في تركيا سيرتو في سيدي رمضان. هذه كانت طاولتنا في شقه الفطر، يعني حاجات بسيطه. علاش مقرونه المره الاخرى شاركت معكم مقرونه، المره هذه زاده خاطر دار سيلفي يحبوا المقرونه وديجا نهارتها صايمين، يعني البارح نهار الخميس صايمين وحبوا على المقرونه. باش نحضر معكم وصفه طبيعيه لازاله شعر الجسم. باش ناخذ نص كاس 200 مللتر كربوناتو ونص كاس 200 مللتر يعني نفس الكميه قهوه عربي طايبه بلاش سكر. باش نخلطهم بالقدا مع بعضهم. الوصفه هذه جربوها، كيف ما تشوفوا تاخذ الكميه اللي تحب عليها، تعمل بها هكاك مساج شويه بركه مش برشا، ما تنزلش على بدنك برشا لمده دقيقتين ثلاثه وبعد تدخل تدوش، يعني مسموح به مرتين في الجمعه. تنجم حتى تستعملوا البنات بار اكزومبل من عمر 11 سنه تنجم تستعملوه، حاجه باهيه افيكاس. من الجمعه الثالثه تلاحظ الفرق اللي النوعيه نتاع الشعره ولت جويده، يعني الكاليتي نتاعها ولت جويده. تنجم تستحفظ به في الفريجيدير لين توفى الكميه، ما يفسدلكش وما يصير له شيء. ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، ان شاء الله حصلت منه الفائده. نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد وفي روتين جديد وفي وصفات جدد، وفي امان الله.